حاصل يعني هذه مسألة مهمة جدا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الواحد في الأصل، أصل هو الواحد، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. ثم أن الناس هم الذين غيروا وهم الذين بدلوا وهم الذين عبدوا مع الله غيره إلى آخره، كل هذا بسبب الشيطان، لأن الشيطان أقسم أمام المولى تعالى أنهم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وطرق الغواية كثيرة، فصار يعني عند النفس، عند الإنسان نفسه، والنفس يعني تلح تريد أن تخرج عن الطريق، الشيطان مشجع، كذلك الشيطان يسني الطرق للناس. فبرحمة من الله تعالى، ألا أن الله لم يكل الناس إلى الشيطان، بل بعث إليهم الرسل وشرع لهم التشريع وقال لهم ألا أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أي مساويا أحد، لا يشرك معه غيره، ليس له شريك في ملكه. يعني كما يقولون لا نبي مرسل ولا يعني رجل مقرب ولا من الأوثان والأنداد والأصنام إلى آخره. فهذا مما اتخذه الناس، هذه الأنداد أو الأصنام أو كذا أو عبادة غير الله تعالى أو عبادة الهوى. أحيانا الإنسان يعني ما الناس الآن يعني يقع فيهم الشرك وهم لا يعبدون مثل ما كان عليه الناس من قبل، فالناس يعني من قبل كانوا يعملون يعني أعمال يعني لا بأس بها، إيش هي؟ يعملون هذه الأعمال الآن في بحوث وفي نظريات، نظريات كفرية، يعني تبدل الحال يعني مع العلم. الناس كان يعبد حجر ولا يعبد التمر ولا الحلاوة ولا يسوي أي شيء كما كان العرب في الجاهلية، أو يعني يذبح ديك أو مدري إيش أي كلام. الآن لا، تغيرت النظريات، يعني وهم هؤلاء الذي ينكرون الدين وينكرون كذا، يقول كل كلام، ما في دين ما في كذا ما في إلى آخره. وأنت لو وقفت له تسأله يعني من أبوك؟ أبي فلان، وهكذا تلازم دواري، وهؤلاء يعني هم الاشتراكية، هؤلاء هم الدهرية، هؤلاء هم الذين لا يؤمنون بدين، هؤلاء يعبدوا شهواتهم. فعندهم معبود لا يرى، ما يرى، اللي هو الشهوة الداخلية، ولذلك سموا بالإباحية، يبيحون كل شيء ما عدا الأنظمة يعني التي في الأحكام والتي ما أدري كذا. وأما قضية الأمور كلها مباحة، والكلام في هذا طويل جدا. فهذا أيضا عبادة غير الله تعالى وإشراك يعني معه غيره. نعم، أحيانا قد يعبد المرء غير الله، ما في إشراك، عبادة للغير رأسا. والله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فهو الإله الواحد وهو المعبود الواحد، وكل ما سوى هذا من سائر العبادات والأهواء وغيرها فهي عبادات باطلة. سواء يعني يقول أنا أعبد هذا واسطة ما بيني وبين الله تعالى، ربنا ما يحتاج إلى واسطة، على طول تعبد الله، الله أكبر يعني تعبد الله، أو تصوم لله أو غيره، ما يحتاج لك أنا أن تتقرب إلى الله بالوسائط. فهم قد كذبوا ويعبدون يشركون مع الله غيره بهذا العمل. وكما يعني جاء في الحج في التلبية يقولون لبيك لا شريك لك، كويس، ثم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا كلام يعني بعيد جدا. أيوة، أول تقول لبيك لا شريك لك حلو، وبعدين تقول إلا شريك واحد بس، أنت عندك شريك واحد
وطبعا يعني ناقض الأول، هذا الكلام ناقض التوحيد الأول إن